كفت من ساعد في نجاح هذا التوليد، وعلى رأسهم وزارة الشباب والتعاون والتواصل مع الشباب، وأيضا الجامعة الوطنية للتخييم وإدارة التعاون الوطني، وكذلك السلطات المحلية على ما بذلوه من مجهودات من أجل استتباب الأمن وسلامة المرتقبين والمشاركين. عبد القادر الخياطي المدير الاقليمي للشباب سيدي سليمان. دونك اليوم سيدي يحيى كتنظم فيها الدوره التكوينيه الدرجه الثانيه الخاصه باطر المخيمات، وهذه الدوره هذه جات مباشره بعد تحيين المضامين الخاصه بمجال تكوين ديال المخيمات، وغادي ان شاء الله يواكبوها. دونك التدريب ديالنا هنايا تقريبا فيه الحموله ديالو 50 شاب وشابه اللي غادي يستافدوا من هذه الدوره هذه. طبعا على مستوى الاعدادات وعلى مستوى التهيئ تم التحضير لهذه الدوره التكوينيه بشكل جيد بمعيه الشركاء ديالنا من الجمعيات والمنظمات الوطنيه. استمر الدوره من 28 الى 3 ماي، وغادي يعرفوا فيها الشباب مجموعه من الورشات، مجموعه من المحاضرات والدروس، تستدير العروض اللي غادي تدعم التراكم ديالهم المعرفي والتراكم ديالهم التقني والبيداغوجي لمواكبه المخيمات على ارض الواقع. شكرا. وكذلك من خلالكم نشكر كافه الاطر التي سهرت على انجاح هذه الدوره.